دكتور زياد بهالتيم، انت اخترت ان تشارك في حكومة في مصر واخترت ان تخرج من الحكومة وان تستقيل منذ فترة قديمة. انا رأيت ان هذا الحوار يسمح لنا بان نتطرق لبعض الامور الجوهرية اللي جعلتك تاخذ القرارات انك تدخل وانك تخرج، ليس التركيز على قرارك الشخصي وانما من موقعك من الداخل ومن خارج الحكومة. في رؤية اكيد يعني متميزة على 3 سنوات وليف من بعد الثورة 25 يناير. لما ننظر لها 3 سنوات ونعرف نحن مقبلين على الانتخابات، يعني بمعنى إعادة ترتيب الأولويات والمراحل في هذه المرحلة الانتقالية التي ما زالت تسمى بالمرحلة الانتقالية وهي أصبحت مراحل حالية متتالية، من أين كان يجب أن تبدأ هذه المرحلة الانتقالية كي تسير بشكل سليم ولا ونتجنب الإخفاقات التي حصلت وأتت بأزمات في آخر 3 سنوات؟ من أين نبدأ؟ أشكرك أولاً، لكن الحديث في الحالة المصرية عن المرحلة الانتقالية هو في الحقيقة حديث عن 3 مراحل انتقالية إلى الآن. المرحلة الأولى هي التي أعقبت ثورة يناير مباشرة، واللي بنسميها فترة الحكم العسكري المباشر أو فترة حكم المجلس العسكري. تالي ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية وفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وما يعني ما نطلق عليه فترة الحكم الإخواني. ثم نحن الآن في المرحلة الانتقالية الثالثة اللي بتبدأ من 30 يونيو وخروج الحكم الإخواني من المشهد 2013، ويفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية الثالثة بإجراء انتخابات رئاسية، انتهى الدستور طبعا، ثم بإجراء انتخابات رئاسية، وفي أعقاب أشهر الصيف وبدء الخريف بإجراء انتخابات برلمانية، ونكون قد عدنا مرة أخرى إلى بناء دستور جديد قد يمثل نهاية المراحل الانتقالية الثلاثة. طبعا إذن الإخفاق الأول أنه بدلا من مرحلة أولى نحن الآن ننهي مرحلة ثالثة ونأمل أن تكون الأخيرة. الإخفاق الثاني أن الفترة امتدت أكثر مما كان ينبغي، والثمن الذي دفعه المصريون جميعا كان أكبر بكثير مما كان ينبغي. هذا بفرض أن تكون فعلا هذه هي نهاية المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة، وتكون ويكون الثمن الذي دفعه المصريون قد تم الوفاء به بالكامل. لكن كان ممكن أن نتجنب، كان ممكن طبعا يسهل على كل واحد يعني أن ينظر إلى الماضي ويدعي أنه يعني كانت لديه الحكمة في التصور وضع مختلف، لكن هناك أشياء كانت محل خلاف وطرح من جانب العديد من القوى السياسية في أعقاب ثورة يناير. فكرة الدستور أولا ولم تلق قبولا من المجلس العسكري الحاكم آنذاك، ولم تلق قبولا أيضا من بعض القوى السياسية الداعمة لها، وأعتقد أن ده كان يعني من الأخطاء الجوهرية. وترتب عليه أن مصر مرت في يعني اضطراب شديد في القضايا الدستورية من بدايتها، وأرجو أن تكون قد انتهت. عدة إعلانات دستورية، عدة جمعيات تأسيسية، كل منها مقبول من جانب القوى السياسية ومطعون عليه من قوى أخرى، وظلت فكرة التوافق بعيدة عن الملال في كل المراحل. ربما لو كان الأمر في أعقاب يناير أن يتم التوافق على مسار أكثر وضوحا ويكون الدستور له أولوية أكبر فيه، ربما كانت الأمور تمشي على
لجمال الآخر. لكن على حال دي مناقشة أكاديمية الآن، وزي ما أقول يسهل الادعاء أنها كانت تكون أفضل، لكن ما نعرفش. خليني أرجع في يعني خطوة للوراء، لأنه يعني ما طرحته أنه ربما لو كان الدستور قد تم تشكيل جمعيته تأسيسية مبكرة وتم وضعه، ربما كان ده أحد المخالب. لكن هذه جزئية، لكن ما فيش شك أن الموضوع الأهم والأوسع هو عجز القوى السياسية اللي كانت موجودة وفي لحظة اتخاذ القرار عن أن تصل إلى أي قدر من التوافق الحقيقي اللي تتجاوز به بعض الخلافات الأخرى. اللي أقصده به أنه حينما نتأمل اليوم فيما جرى بعد 25 يناير أو بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة حتى، يعني أصبح هناك صراع على السلطة وعلى كل موقع من مواقع السلطة وعلى كل مساحة بين القوى السياسية المختلفة. ده طبيعي، لأنه في حالة فراغ يجب أن تسعى القوى السياسية للتنافس على من يحكم، لكن كان يجب أن يتوافر مساحة من التوافق على أشياء أساسية يتفق عليه ويكون التنافس خارجها. يعني مثلا على تشكيل جمعية تأسيسية توافقية، مثلا على عدد من الإجراءات الاقتصادية التي ليست محل خلاف كبير بين القوى السياسية، مثلا على جدول زمني بشكل ما. لكن حينما يضيع هذا التوافق يصبح كل موضوع يطرح يتحول إلى ساحة للمعترك السياسي. فمثلا إذا طرح أحد الأطراف سياسة اقتصادية ليست محل خلاف كبير، يجد الطرف الآخر أنه مضطر وملزم بانتقادها وتعطيلها، لأنه المعركة دائرة على كل شبر وعلى كل موقع. فده اللي أقصده، أنه كان يعني ربما الفرصة الضائعة هي عاجزين جميعا ولا أعفي أي طرف من المسؤولية عن تثبيت مساحة معينة يتفق عليها ويختلف خليفة. صار فعلا خلط لكل الأمور، كانت اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. في عملية شخصنة للحل أو فكرة الحل، إنها ربما بسبب هذه الخفاقة حصل في مصر تحول عند الرأي العام إن نبحث عن القائد المنقذ، عن الشخص اللي هو هيمثل الحل. ومقارنة هون مع تونس مفيدة. في الحالة التونسية رغم إن هم أيضا عاشوا صعوبات كتير كبيرة وصعبة، وإنما ما حصل، ما لم يتم أي توجه نحو شخصنة القضية أو البحث عن شخص. وتتم حاليا العملية السياسية بجمعية تأسيسية ثم وضع دستور توافقي تنازلت فيه كل القوى السياسية عن بعض مطالبها الأساسية، وكانت تنازلات صعبة بالنسبة لهم، إنما نازلوا من أجل هذا التوافق. فتم التوافق بترك بعض الأمور، يعني شوية غموض في تفسير الوثيقة الدستور، وإنما وصلوا لهذا التوافق للحفاظ على قليلا من الغموض، ولكن توضيح أمور كثيرة سمحت للطرفين أن يشعروا بأنه مخاوفهم الأساسية تجاوب عليها. فلم تحصل هذه الشخصة. هل كان ممكن نتجنب هذا الشيء في مصر؟ يعني أنا دائما توجه الناس نحو القول بأنه الوعي والثقافة السياسية في مصر ليست متطورة بقدر ما هي ربما متطورة في دول المغرب العربي. تونس بلد صغير، الطبقة الوسطى فيه متطورة أكثر ومتعلمة وهكذا، والنساء مثلا لهم مكانتهم، فمجتمع بكامله أوعى، وبالتالي استطاع أن لا يشخصن. هل الشخصنة هي مرتبطة بضعف الوعي السياسي والثقافة السياسية في مصر، أم أنه أسبابها هالإخفاقات اللي تحدثتها عنها؟ لا أظن أنها مرتبطة أكثر بالإخفاقات، لأنه في أعقاب يناير لم تكن الأمور باستخدام تعبيرك مشخصنة على هذا النحو.
يعني كانت في فكرة أننا يعني أمام صراع ما بين قوى سياسية مختلفة، ما بين رؤى مختلفة. صحيح كان يقال البرادعي كذا، عمرو موسى كذا، طبعا في أشخاص من الآخر القوى السياسية يعبر عنها بأشخاص من الجانب الإخواني فلان إلى آخره. لكن أنا بتصور إنه يعني الحالة اللي مصر فيها اليوم هي نتيجة أشياء عديدة لو بنقارن بتونس. أولا ربما إن خروج الرئيس السابق التونسي من المشهد تماما ده أحد الاختلافات، فكرة نهاية النظام، بينما في مصر لا يزال هناك حوار على هل انتهى نظام مبارك أم تغيرت يعني أشخاصه، ولكن النظام لا يزال له وجود. أتصور إنه أكثر من الجيش في مصر مؤسسة طبعا أكبر بكثير وأهم بكثير مما كانت في أي وقت بالعروض في تاريخ تونس المعاصر. الوضع الاقتصادي في مصر أكثر صعوبة لأنه يعني في حجم من الفقر أكبر بكثير، ويعني وتباين ضخم ما بين الفقر والغنى طبعا يوتر من الحالة السياسية. ففي أسباب كثيرة، لكن مسألة ارتباط الناس اليوم بفكرة أنه الحل أصبح في يد شخص، أنا أظن أنه يعني مرتبط كتير بفكرة حرق المراحل السابقة. ولذلك أيا كان نجاح مصر في تجاوز المرحلة الانتقالية الثالثة والانتقال إلى شيء آخر، يجب أن تكون مرتبطة بالخروج يوما ما من حالة الشخصنة والعودة للحديث عن مؤسسات، يعني كيف تبنى دولة على أساس مؤسسي وليس على أساس شخصي. لكن ما فيش شك إن ده مرتبط يعني الثلاث سنوات الماضية حصل فيها نوع من حرب كل من تقدم على الساحة السياسية بشكل أو آخر. أي ظاهرة موجودة كل المنطقة العربية حرب الشخصية. إذا كان في ويمكن أكثر حجة وحكمة هو اللي لم يطل برأسه على الإطلاق في الفترة الماضية. حمى نفسه. عنده مستقبل. شو اللي بيتغير اليوم فينا نقول بالنسبة للحاكم؟ حاكم جديد ويضع حكومة جديدة وبرلمان جديد ويأتي ليقول أنا في الأربع سنوات القادمة أنا مسؤول عن هذا البلد. هل يستطيع أن يحكم كما حكم في السابق مبارك أو السادات أو أو كما يحكم في الدول العربية المختلفة بعملية سيطرة؟ أنتم أنا موجود مسؤول وأنتم ارتاحوا، أنا أكون حقول بالمسؤوليات كلها. طبعا أي حكم يريد يسيطر على الوضع، مش بس على الوضع الأمني ولا الاجتماعي والاقتصادي وغيره، لكن ما الذي تغير بالنسبة للحاكم اليوم؟ هل يستطيع أن يعيد هذه السيطرة بالشكل اللي شفناه في السابق؟ أو عند المجتمع من وعلاقة المجتمع بالحكم، هل ربما لم تحدد بعد بصيغة محددة ولكن الممارسة تغيرت؟ كيف يمكن أن نصف هذه العلاقة الجديدة ربما نشاهدها؟ هي علاقة جديدة وعلاقة بالمناسبة لم تستقر بعد، يعني ما زالت في طور التغير. لكن ما فيش شك انه التغيير هائل، والحديث عن العودة الى نظام حكم سابق انا من يرون انه غير ممكن. سؤالك او اقتراحك كان يعني هل يمكن لحاكم اليوم ان يسيطر على الدولة كما كان مسيطرا عليها من قبل؟ هو ممكن يسعى للسيطرة، يمكن ربما يحقق سيطرة، لكن بالتأكيد أنها بأدوات مختلفة. يعني عايز أقوله القضية ليست فقط ما إذا كان الحاكم يسيطر أو لا يسيطر، لكن في كل الأحوال الأدوات المتاحة أصبحت مختلفة تماما. الكلام عن التغيير اللي حصل في الشعب المصري ومتصور في الشعوب العربية بشكل عام يعني هو كلام حقيقي، ولا يمكن إخفال أن الناس حينما تطالب بحقها وتصبح أكثر وعيا بحقوقها دي مسألة غير قابلة لأن تمتد إلى ذات نقطة البداية. ممكن يحصل شيء آخر،
ممكن الناس تقبل بالسكوت او بالتغاضي او بتجاوز اشياء معينه لفتره من الزمن لاملا في تحسن مقبل، ربما خوفا من تدهور اكثر، رغبه في اعطاء هذا الحاكم الجديد فرصه. كلها اشياء يمكن ان تفسر سكوت الناس او يعني هدوءها لفتره، لكن لا اتصور ان ده يعني ان ده الغاء لحقيقه ان الناس اللي جربوا ونجحوا في الحصول على حقوقهم بشكل معين او بشكل مباشر سيفقدوا هذه القدره تماما. يعني انا اتصور ان في حاله من الارجاء للدين، لكن ليس رجوع عن الحق او عن القدره على استخدام هذا الحق. اذا الحديث عن ما يسمى ما سمي في بعض في الدول بعد الثورات مثل الثوره الفرنسيه بحزب النظام او حزب الاستقرار، انتم تسمونه حزب الدوله، هل موجود هذا اليوم؟ يعني منذ الاولويه اليوم الاستقرار والنظام والعوده الى الحياه، حتى لو كانت الهامش الحريه تقلص وانما نعيد الامن ونعيد الاستقرار ونعيد عمل المؤسسات وكفايه مظاهرات وكفايه شغب، وهذا الحزب يعني هي كتله، هي حقيقه موجوده في مصر ام ان الارجاء هذا يعني هو فقط تاجيل وسكوت مؤقت زي ما وصفته؟ كل الدول في كتلة عادة عايزة الاستقرار، غير مسيسة أو أولويات مكان آخر. هل هذا في مصر لما بدأ الكلام عن مرشحين للانتخابات وهكذا ظهرت هاي الكتلة بقوة؟ إحنا في مصر عندنا السلاح دارج بنقول عليه حزب الكنبة. الكنبة. حزب الكنبة هو في الأول كان تعبير عن الكنبة بمعنى يعني المقاعد المثيرة المريحة اللي الناس اختارت أنها يعني تستريح عليها وتتأمل ما يحدث في البلد دون أن تشتبك مع الثورة من بدايتها. يعني هو كأنه كان تعبير عن المجموعة الكبيرة الأكثر سلبية، لكن الحقيقة مع الوقت تحول وصف حزب الكنبة من وصف سلبي إلى وصف أكثر إيجابية. يعني مثلا حزب الكنبة هو ما ينسب إليه المشاركة وبقوة في 30 يونيو 2013 وفي الإطاحة بحكم الإخوان، باعتبار أنه ده كان تحرك شاركت فيه قطاعات من الدولة ومن المجتمع لم تكن مشاركة في الحراك السياسي من 25 يناير إلى 30 يونيو. فحزب الكنبة ليس وصف سلبي، هو بدأ سلبية انه المجموعه التي لا تشارك، لكن هي تبين انها مجموعه لا تشارك في معظم الاحيان، لكن حينما تشارك فهي تشارك بقوه وتكون مشاركتها مؤثره. انا رايي انه اكثر حاجه بتعبر عن هذا الشعور السائد في المجتمع المصري بالرغبه في الاستقرار، الرغبه في اعاده استبداد الامن اليومي وليس بالضروره الامن بالمفهوم السياسي، التعب من الحاله الاقتصاديه المترديه، ده موجود حقيقي وقوي جدا، ويجب على كل سياسي ان يحترم يعني تجاهل حجم التعب والمشقه اللي الناس مروا فيها خلال الثلاث سنوات الماضيه. غير ممكن ولا يمكن لاي سياسي يحترم نفسه انه يتجاهل ويقول كيف يمكن للناس ان يتنازلوا عن حلم الديمقراطيه، لانه في فعلا ظروف ضاغطه وفي غايه الصعوبه، خاصه في الارياف وخاصة في الصعيد أكثر من شمال مصر. حالة البطالة وحالة الأمن المتردي يعني ضاغطة إلى أقصى حدود، وتبرر للناس أنها يعني تأمل في تهدئة وتكون مستعدة ربما للتنازل على أشياء كثيرة من أجل تحقيق الاستقرار والهدوء. لكن أنا عايز أقوله أنه يظل الأمر أنه ده لا يعني أن هذا تنازل دائم أو إنه تنازل بلا شروط أو إنه يعني عدم رغبة في إن المجتمع يتحسن ويتقدم وتسود الحريات. لذلك أنا بتكلم عن إرجاء، أنا أظن إنه إرجاء وإرجاء له ثمن. يعني الحاكم الذي يتصور أنه سينعم بحكم شعب
استكان وخلاص يعني فقد طموحه في شيء غير ممكن. الناس النهاردة سكوتها سكوت مؤقت أولا وسكوت مشروط بأنه أنا بأعطيك الفرصة بأعطيك المساحة اللي تطلبها مني، ولكن عليك أيضا أن تثبت اللي ذاك المقام. ده من جانب. من جانب آخر بقى، في جانب سكاني أو ديموغرافي لا يمكن تجاهله. هناك قضية شباب غير محسومة في مصر، وأتصور أنها غير محسومة في معظم الحلقات. الشباب هو الأكثر عددا، هو الأكثر فاعلية، هو الأكثر قدرة على إحداث التغيير، وفي تقديري هو إلى الآن هو القطاع الذي لم يتم الاستجابة حقيقة لطلباته وطموحه. وبالتالي إذا كان في قطاع في الدولة ربما يشعر أنه الذي قام بالتضحيات الأكبر وأخذ المكاسب الأقل فهو قطاع الشباب. ولذلك فهذا السكون المرجع أنا بتصور أنه يجب الانتباه إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب وأمال وتوقعات الشباب هذا السكون لن يكون سكونا دائما. من يعبر عن الشباب اليوم الشعور أنه اختفى صوتهم لأنهم مش موجودين؟ أقل ناس منظمين بالآخر، يعني أكثر فئة تتحرك بشكل عفوي، تتحرك بقوة، يعني في حيوية معينة تحرك الشباب بقوة بتخلي أي فئة صعب أنها تتجاهل اليوم مثلا الشباب وتطلعاتهم، وإنما هم غير قادرين على أنه يصيغوا خطاب أو مطالب بشكل منظم، وبالتالي ربما يكون هذا السبب اللي خلى الشباب ما يعني يتهمشوا بالطريقة اللي تهمشوا فيها، وفي مصر أكثر من أي مكان آخر. وكمان إذا رجعنا للتجربة التونسية، في منظمات، في نقابات، في مجتمع مدني قادر يلم الشباب ويحمل مطالبهم بشكل منظم. هون الشعور في مصر إنه وكأنهم راحوا فين؟ مع طبعا، لكن الواقع ان هم ما راحوش، الواقع هم موجودين وحضورهم هيستمر مؤثر. والاهم من كده ان المشاكل المرجع حلها هي مشاكل الشباب اكثر من هي مشاكل الجيل الاكبر. لكن راحوا فين؟ انا بعتقد ان ده بقى يعني خطا شاركت فيه كل القوى السياسيه بلا استثناء. يعني نحن جميعا لم نتمكن من اعطاء الشباب المساحه اللي ممكن من خلالها يتقدموا ويكتسبوا الخبرة يعني الطريق السياسي اللي ممكن يسلكوه. كل حزب ادعى أنه يمثل طموح الشباب، لكن في الحقيقة لا قيادات الأحزاب تضمنت قيادات شبابية بما يكفي، ولا البرلمان الذي كان منتخبا وتم حله كان يتضمن تمثيل مناسب، ولا الحكومة حينما شكلت. يعني الساحة بشكل عام كلها تتحدث عن الشباب لكن لا تعطيهم المساحة الحقيقية يعني لقيادة جانب من التغير الجذري. فأنا أعتقد دي مسألة يعني هتكون حاكمة في المرحلة القادمة. تنظيمهم السياسي، لكن هل في إمكانية تنظيمهم على مستويات مستويات أخرى اللي هي مستوى نقابي مثلا أو مجتمع مدني أو ليها نقابة؟ المجتمع المدني ممكن طبعا، لكن المجتمع المدني في حد ذاته بيفوت بواحدة من الأزمات الكبيرة، لأنه يعني هناك توجس شديد من منظمات المجتمع المدني، وهناك يعني رأي مطروح في المجتمع بشكل واضح لضرورة تقييد المجتمع المدني أكثر مما كان مقيدا، ودي مسألة يجب أن تحسن بشكل واضح لكي لا نجد أنفسنا وقد خسرنا في هذه المراحل الانتقالية المختلفة لساحات في غاية الأهمية من الحرية في مصر. المجتمع المدني في الأخر هو اللي يبين لنا الفراغ بين الشارع والطبقة السياسية عادة، وهو اللي بيوصل الشباب والتجربة والخبرة اللي لازم يكتسبوها عادة عن طريق المنظمات المجتمع المدني. فنحن اليوم أمام سمعة سيئة
لمنظمات المجتمع المدني، وهذا عم غالبا يعني بيخسر فرص ربما تنظيم هذا الشارع ربما مش جاهز لسه يدخل احزاب سياسيه، والنخبه السياسيه هي نفسها غير جاهزه انها تشمله وانها تضمه. فحقيقه في ازمه، خصوصا انك بتتكلمي على لحظه في مصر، ومن هنا كانت الجدل اللي دار في مصر حول قرون التظاهر مثلا في المغرب، لانك بتتكلمي على لحظه لا يوجد فيها برلمان منتخب ولا يوجد فيها مجالس محليه منتخبه، وبالمناسبه لا يوجد فيها رئيس منتخب او حكومه منتخبه الى الان. فاللي عايز اقوله انه جزء من المجتمع المدني انه وسيله لتعبير الناس عن مواقفها واحتجاجها. لما بتتقلص هذه المساحه، يعني اللي عايز اقوله في وجود مثلا مجالس محليه منتخبه، يمكن للمواطن العادي حينما تصادفه مشكله معينه انه يعبر عنها من خلال مجلس محلي منتخب، ثم على مستوى اعلى من خلال برلمان منتخب او نائبه من يمثله في البرلمان. في غياب القنوات المختلفه للتعبير، المجتمع المدني عليه دور مهم جدا انه يقوم بيه في يعني في نقل هذه الرسائل بين الناس والحكم وبين الحكم والناس. ومن هنا كان يمكن الخلاف على قانون التظاهر، لانه ما كانش الحقيقه خلاف على مساله فنيه في القانون، هل يقدم اخبار ام يقدم ترخيص ام ياتي بالموافقه، لا، المساله كانت على الى اي مدى الدوله تسمح بوجود قناه واضحه للاحتجاج السلمي، خاصه في غياب الوسائل الدستوريه المعتاده. هو قانون التظاهر صدر في وقت في كتله كافيه تدعم قانون التظاهر نفسه، بمعنى انه التعبير عن مطالب ومطالب بالحقوق واحتجاجات وكل الامور هاي اللي تتم فقط من خلال التظاهر اصبحت مشكله. اذا القنوات الثانيه مش موجوده، اذا المجتمع غير غير موجود، انت بتشير لشيء اصبح الشارع دائما مليان كل يوم. ما بالك بانه كمان تغلقي هذه القناه ايضا، وهي الوحيده اللي متوفره حاليا. صحيح طبعا اغلاقها للاسف، او خلينا نقول تضييقها عشان تكون يعني اكثر دقه، لم تغلق بالكامل لكن تم التضييق عليها. تضييقها تم من منظور واقتنع به اتصور القطاع الاغلبيه الساحقه من الشعب المصري، من منظور ان وجود قانون تظاهر او حريه التظاهر تصب في زياده العنف والارهاب في الشارع. وهنا كان الخطأ او الخلاف بتم، يعني لانه الحريه المطلوب الاستمرار فيها هي حريه التظاهر السلمي بمنتهى الوضوح. اما من ينزل يتظاهر وفي يده سلاح او بنيه ان يقتل او يحرق، دي مساله تنطبق عليها القوانين الجنائيه المعتاده، لكن لم يكن هناك اي ضروره للخلط ما بين التظاهر العنيف وبين التظاهر السلمي من اجل التضييق على التظاهر السلمي. وبالتالي اغلقت قناه مهمه، خاصه في غياب قنوات اخرى يمكن ان تستخدم. انت اشرت للمستوى المحلي بادماج الشباب. اذا بنطلع على الواقع المصري بنقول المجتمع المدني ضعيف، ولكن هناك المستوى المحلي وهو موجود، وحجم مصر وطبعا مركزيه الدوله حالت دون ان تكون في فعلا سلطه حقيقيه في المحليات، ولكن هل اليوم هذا هو نقطه البدايه خلينا نقول لتسييس او لاكتساب تجربه سياسيه وللمشاركه السياسيه المستوى المحلي؟ انا رايي انا موافقك في ده. وشو مطلوب لحتى يكون هذا المستوى المحلي فعلا فعال؟ المستوى المحلي هو المحك الحقيقي، ولذلك انا يمكن ارد على نفسي، لان لما وصفت انتهاء المرحله الانتقاليه الحاليه بدستور ثم انتخابات رئاسيه ثم انتخابات برلمان، الحقيقه ان انا يعني وقعت في نفس الخطا الدارج. بينما المرحله الرابعه وربما الاكثر اهميه من كل ده هي الانتخابات المحليه. الانتخابات المحليه في مصر، بس عشان نديكي يعني صوره لحجم المساله، يعني بينما ينتظر ان يكون البرلمان القادم منتخب من 600 او اكثر بقليل، 600 عضو او اكثر بقليل حسب ما قانون الانتخابات يسر عنه، الانتخابات المحليه في مصر بالنظام القديم على الاقل
يفترض أن يكون المشاركين الفائزين بمقاعد محلية فيها ما بين 50,000 و60,000، يعني عدد هائل يفتح المجال على مصراعيه لدخول الشباب ومشاركتهم، يفتح مجال العمل السياسي تماما لأنه يخرج من إطار المرشح الذي يمكن أن يستغنى عن العمل الشعبي للحديث في التلفزيون. يعني إقامة محلية بتفرض على المشارك فيها أنه يكون بيعمل في نطاق محلي بالفعل، بينما المجال السياسي تغير إعلاميا، أصبح المحضور السياسي الذي يرغب في خوض انتخابات رئاسية أو برلمانية أن يعتمد على التلفزيون ولا يقترب من ناخبيه إلا من وقت للتاني. ده غير متوفر في العمل المحلي. العمل المحلي هو رجوع إلى العمل السياسي الحقيقي على الأرض اللي لا يمكن تجاهله أو الالتفاف من حوله. فطبعا ده أنا في تقديري أهم مرحلة في التحول السياسي، أن تجد الانتخابات المحلية سليمة ويشارك فيها جميعا. هذا بيتطلب أحزاب سياسية يكون لها فعلا قواعد في المحليات، أو إنه العمل من خارج الأحزاب السياسية على المستوى المحلي؟ يعني هل في ضرورة إنه يكون الشباب مثلا يشاركوا من خلال أحزابهم، وإن أو إنه يعني الحياة المحلية، أو يكونوا مرشحين في المحليات على أساس سياسي ولا على أساس خدماتي، على أساس احتياجات المنطقة واحتياجات يعني المتطلبات المتطلبات المحلية؟ لا، هو الحقيقة مشاركتهم عن طريق الأحزاب ليست شرط. طبعا أنا أتمنى، لأن يهمني العمل الحزبي، أتمنى أن تتاح الفرصة للأحزاب السياسية أنها تنمو أكثر يعني، لكن ليس شرطا. ليس شرطا ليه؟ لأن إحنا على يعني أقل في مصر لا شك ان جزء من ازمتنا الراهنه هو العزوف الكبير من الشباب عن العمل الحزبي التقليدي. يعني احد خسائر المراحل الانتخابيه الثلاثه هو عدم اقتناع الشباب بانه العمل الحزبي هو وسيله التغيير السليم، بينما كان الحماس والاهتمام بالاحزاب الجديده والانضمام اليها والجلوس مع المرشحين منها كان شديد من سنتين او ثلاثه. النهارده لو انا يعني انا بزور دايرتي في اسيوط كثيرا، لو تدعي الشباب الى نشاط حزبي لا تجد على الاطلاق اي اهتمام، لكن لو تدعي نفس الشباب الى عمل في المجتمع على الارض لقيام بشيء مفيد في المجتمع تجد اقبال شديد. في فعلا حاله من الاحتجاج ضد الاحزاب السياسيه وتجاربها، وهم ليسوا مخطئين في ذلك. لذلك لو قيدنا انتخابات محليه بانها يجب ان تتم من بوابه الاحزاب، ده يبقى شيء طبعا فافضل عدم تسييسها وترك الفرصه لمن يخوضون المعارك الانتخابيه المحليه او غيرها ان هم ينضموا او لا ينضموا للاحزاب. يعني اقصد الاحزاب تبقى نتيجه لهذا الحراك السياسي وليست البوابه الوحيده او المحتكر لهذا الحراك السياسي، على نحو ما بيحصل في النقابات دلوقتي. يعني في النقابات لما بتبقى في معركه انتخابيه مهمه في النقابات بتبقى معركه حقيقيه بغض النظر عن هل هي ممثله حزبيا او غير ممثله. اولا اللي وصفتيه ليس كلام نظري، يعني الحقيقه ان اشتراك القوى السياسيه المختلفه في النقاش على الاقل حول السياسات الكبرى لها قيمه كبيره في التقدير. الشيء الاخر وجود مجالس يعني نيابية سواء محلية أو برلمانية منتخبة في غاية الأهمية، لأن مشروعية القرار ومشروعية السياسة التنفيذية هنا مختلفة تماما. حينما تأتي سياسة من حزب أو مجموعة أحزاب أو قوى سياسية منتخبة بأغلبية، طبعا ده له مشروعية مختلفة. هناك أيضا قضية المعلومات، يعني في وجود احتقان سياسي وتوجس مستمر، الاتفاق اصلا على تشخيص المشكله وعلى حلها يصبح محل خلاف كبير جدا. يعني لما كنت احكي لك يعني شيء اقرب الى الطرفه، يعني لما كنت عضو في البرلمان المصري عرض علينا مناقشه قضيه خلافيه اسمها الصناديق الخاصه، اللي هي بينظر اليها على انها احد ابواب الفساد في الاقتصاد، ان يكون في صناديق تابعه للوزارات والمحافظات والهيئات تستخدم مواردها في خدمات خاصة. هي مسألة مهمة.
لكن كان حل قبل الدخول الى قضيه ماذا نفعل بالصناديق الخاصه، كان هناك نقاش غير محسوم، هل حجم هذه الصناديق هو 40 مليار جنيه مصري كما ياتي في ذكر الجهاز المركزي للبحث، ام انه تريليون وربع جنيه مصري كما يتداول في الاعلام وعلى المقاهي. طب كيف يمكن ان تبداي اصلا تناقش الموضوع اذا كان حجم الخلاف فيه ليس على مره ونص او ضعف او ثلاثه اضعاف لكن 30 مره؟ لا يوجد اصلا حوار في هذه الكتابه. فمساله المعلومات مساله عوز كمان قدر من يعني ازاله التوجس والاحتقان، والا لا يوجد اصلا مناقشه. يعني ازاي اناقشك في ازاله الفقر او التعامل مع الفقر اذا كنت انا بقول انه 5% من المجتمع واحد تاني يقول انه 50% من المجتمع؟ غير ممكن. طبعا بس هي غير معلومه مثلا الصناديق الخاصه متوفره او غير متوفره؟ متوفره، لكن في وجود احتقان سياسي محدش عايز يسمع. انتم مع حزب الحكومه، انت مع حزب المعارضه، الجهاز الحكومي غير ممكن، غير ممكن ان يستمر الحالة من التوجس في كل شيء. يعني ما هو المعيار اللي ممكن او المعايير لحتى نعرف القوى الديمقراطية؟ طبعا في نقاش حاد حول مين ديمقراطي ومين مش ديمقراطي ومين اكثر ديمقراطية وغيره، لكن اذا حاولنا نحط المعايير الاساسية للديمقراطية كيف نعرف القوى الديمقراطية؟ هل هي حول قانون القضاء او حول السماح للمعارضه بحفظ حقوقها او بشفافيه الحكم او في معايير مختلفه او بتنوع المجتمع؟ اليوم لا شك انه نحن بحاجه، وهذا سؤال يمكن تابع للسؤال الاول، لتعريف القوى الديمقراطيه فعلا اللي مستعده فعلا انها تفتح وتبني نظام ديمقراطي. احنا في صدد بناء، مش في صدد ممارسه فقط، وبناء وتاسيس لهذا وارساء اسس النظام الديمقراطي. فين المعايير الاساسيه؟ خلينا قبل الحديث عن القوى نتكلم في الموضوع نفسه شويه، لان الموضوع مهم وهو بالتاكيد من اكبر الخسائر اللي حصلت على الاقل في مصر. يعني تراجع أهمية وقيمة الديمقراطية تحت وطأة الوضع الأمني الصعب، وتحت وطأة الوضع الاقتصادي الصعب، وتحت وطأة التعب من ثلاث أو أربع سنوات من لم يحصل الناس فيها على ما كانوا يطمحون إليه. ما فيش شك إنه يعني فكرة أن يضحى بالديمقراطية أو أنها تعتبر شيء من الطرف اللي غير مطلوب الان او اللي يمكن تاجيله لسنوات الى ان تحل المشاكل، طبعا ده من الاشياء اللي يجب ان نتعامل معها بمنتهى الجديه. نتعامل معها ازاي؟ انا بعتقد نتعامل معها بانه يعني انا عايز اعرف ليس فقط القوى الديمقراطيه لكن قضيه الديمقراطيه كلها، باننا لازم نتعلم من تجربه السنوات الماضيه باننا لا نتحدث عن نموذج واضح الملامح اما يتحقق اكمله او لا يتحقق مطلقا. ولذلك انا لم اعرف حتى في الحديث الخاص او السياسي اتحدث عن الديمقراطيه، لكن بتكلم دائما عن حاجه اسمها المسار الديمقراطي. يعني هو مسار، هو ما بيكملش بالضروره لكن هو افق. ومن هذا المنظور فالقوى الديمقراطيه في تقديري هي اولا اللي بتتحدث عن مسار، جزء منه قبل تحقيق اليوم، جزء في العام القادم، جزء بعد فترة أطول. لكن طبعا مش أفق لا نهائي، يعني مش لا يجوز أن يكون أفق نسعى إليه حينما تحل كل مشاكل المجتمع. يبقى دي مسألة لا إرجاء أو إلغاء بموضوع بأكمله، لكن فكرة المسار هنا مسألة مهمة جدا. فيصبح إجراء انتخابات محلية سليمة مثلا خطوة ونكسبها ونقف عليها للنظر فيه خطوة تانية، لكن تقديس الديمقراطية الكاملة التي يمكن تحقيقها خطة واحدة وإلا يبقى لن نحقق أي شيء، دي مسألة كانت خطأ كبير ورجعنا كتير لورا وأتاح الفرصة دي يعني الهجوم الضاري اللي تعرضت له فكرة الديمقراطية باعتبارها
يعني شيء كده خرافي. بننزع سمعة الديمقراطية. بننزع سمعة الديمقراطية. فحكة المسار دي مهمة. أنا من هنا أعرف القوى الديمقراطية بأنها كل القوى اللي بتسعى إلى تقدم في هذا المسار بشكل أو آخر. الجانب الآخر من موضوع الديمقراطية هو أنه لا شك أننا كقوى سياسية في مصر على الأقل لم ننجح في إقناع الرأي العام بأن الديمقراطية ليست مجرد خيار أخلاقي أو إنساني أو حضاري، لكن أنها ضرورية لتحقيق تقدم حتى على الجانب الأمني وحتى على الجانب الاقتصادي. وبالتالي سادت فكرة التناقض ما بين الديمقراطية والأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي، بينما الحالية إذا كان يجب أن تطرح بشكل أكثر إقناع للناس أن الديمقراطية ليست نقيض هذه الأشياء بل هي أحد شروطها. بس هو تغيير المفاهيم اللي احنا محتاجين عنها، كان الأمن ولا كان التطور الاقتصادي الاجتماعي، المفاهيم نفسها احنا بحاجه لها. مثلا خلينا مثلا الأمن، مثلا كفي نحكي عن يعني ايه أمن الوطن وأمن المواطن ومضمون الأمن ده حتى نوفق بين الفكره الديمقراطيه والأمن في بس هو توفيق. يعني في تقديري مع الأقل أنا ليس لدي شك إنهم أمرين يدعمان بعض وليس نقيضين. يعني حماية المنشآت العامة ودور العبادة والكنائس والمساجد والجامعات ده قضية أمنية، لكن في الآخر لا يوجد مجتمع يعتمد فقط على الأمن من أجل حماية كل منشأة وكل مسجد وكل كنيسة وكل مدرسة وكل مستشفى. في الآخر الحماية تأتي أيضا من المجتمع اللي قابل للحكم وقابل وراضي عن الحاكم ومقتنع بأن في تقدم بيحصل وفي ظلم بيرفع عنه، هو بيحمي مؤسساته. طبعا تظل حاجة ضرورية بوجود قوات أمن، لكن أقصد يعني النظر إلى الديمقراطية باعتبارها شيء يهدم الأمن ويهدد التقدم الاقتصادي هي الإشكالية. يجب أن يكون لدينا القدرة على إقناع الناس بأن الديمقراطية هي ما يدعم تحقيق الأمن الحقيقي وما يحقق الاستقرار الاقتصادي بالمعنى الأكثر استدامة. دي تجربة لم تنجح في الحالة المصرية، ده من جانب. ومن الجانب الآخر، ولذلك ده عبء علينا إحنا كقوى سياسية في مصر، لكن أيضا يجب أن نربط ده مرة ثانية بفكرة النظر للديمقراطية باعتبارها مسار وشيء يتحقق على مراحل، والا يعني هنبقى نصطدم طول الوقت ب يعني الشعور بانه اما يتحقق حلم الديمقراطيه باكمله او يبقى يعني لا توجد له اي خير. طب نتحدث عن تعريف الديمقراطيه بانه هو ايضا ضمان حقوق المعارضه في نظام سياسي. في مصر ما حصل هذا الشيء، ربما هذا أحد أسباب أو أشكال الإخفاق اللي حصل. حتى الآن في جزء ضخم من هذه المعارضة خلينا نعرفهم هو تيار الإخوان المسلمين حقوق ورحمة في الوقت الحالي انتهت. ربما أنت من الناس اللي بيشوفوا إنه في إمكانية أولاً في ضرورة للتوصل إلى اتفاق لتوافق مع هذا التيار، وربما ترى إنه هناك أرضية فعلاً موجودة ممكن الاتفاق عليها. في مجالات تانية أو في مجتمعات تانية نرى إنه التيار اللي بيسمي نفسه ليبرالي أو بتونس بيعرف بنفسه إنه هو عدلاني البعيد يعني عن التواجد الدين في الحياة العامة، هذا التيار يقول مستحيل التوافق على القضايا الجوهرية وتوافق كامل. نحن راح نوصل لبعض المساومات على قضايا مرحلية وننتقل من اتفاق من توافق على توافق، من مساومة إلى مساومة أخرى عبر السياسة عبر الممارسة، لكن ما فيش اتفاق جوهري. الحالة في مصر
طبعا على مستوى اوسع بكتير، مطروحه بشكل اليوم يعني بيجرح سبعه او سلامه اي عمليه سياسيه. عمليه سياسيه قائمه هي نفسها على مجروحه بهذا السبب. انت من الناس اللي بنادي بضروره هذا الشيء وامكانيه وجود هذه الارضيه المتنوعه. صحيح، لكن بتحفظات على 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 وصفك للموضوع او بشرح يمكن اكثر شويه. اولا انه احنا تحدثنا عن الاخفاقات المختلفه، والاخفاق الاكبر هو ده لكن من البدايه، فليس الاخفاق هذه المرحله لكن هو اخفاق مبكر. يعني قضيه حق المعارضه او حق الاقليه في المعارضه كانت الحقيقه اكثر ما اثار الراي العام المصري ضد الحكم الاخواني في فتره الحكم الاخواني، ليس فقط في فترة الحكم الرئيسي السابق مرسي، ولكن قبل كده كمان في الفترة اللي كان البرلمان فيها منتخبا ومسيطرا عليه من التيار الإخواني. لأننا فوجئنا بحالة من التمسك بمبدأ 51% في كل شيء، في الجمعيات التأسيسية، في وضع الدستور، في تقرير الحريات والضمانات الرئيسية للمواطنين، وده حقيقة كان هو مسار يعني الانحراف الاكبر في فتره الحكم الاخواني. ثم في 22 نوفمبر 2012 الاعلام السوري اللي وضع قرارات رئيس الجمهوريه فوق رقابه القضاء. انا بعتبر دول يعني اللحظه اللي يعني انا كنت في جانب من القوى السياسيه اللي ربما لم تدعم الرئيس السابق مرسي على الاطلاق، وكنا في المعارضه له، لكن كنا قابلين أنه منتخب، يعني كنا قابلين بموقع المعارضة في ظل وجود حكم لا ننتمي إليه ونعارضه لكن نعترف بشرعيته. شرعية هذا النظام سقطت في الحالتين دول، في الاعتماد على الفوز بالانتخابات من أجل فرض الرأي على كل المجتمع بدون أي تمييز، ثم في أن يضع نفسه خارج رقابة القضاء. المسألة قديمة وامتدت خلال السنوات الثلاثة كلها وبتتكرر مرة أخرى للأسف. يعني برغم أننا مقبلين على انتخابات رئاسية مهمة، لكن أنا شخصيا يؤسفني مثلا في أنه قانون الانتخابات الحالي انتخابات رئاسية هو الذي قام بتشكيل حاجة اسمها اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات، وهذا القانون مرة أخرى وضع قرارات هذه اللجنة بمعزل عن الرقابه القضائيه او اعطاها حصانه من الرقابه القضائيه في المسائل الحقيقه غير مطلوبه وغير مجديه. وانا لقيتها يعني نوع من تكرار نفس الخطا بتاع حمايه قرارات من يدير الامور الان من رقابه القضاء، وهي مساله غير مقبوله في كل الاحوال، لان مبدا رقابه القضاء على كل شيء هو فعلا مبدا لا يقبل التجزئه باي حد على حد. ده فيما يتعلق بفكرة يعني اللي عايز أقوله إن قضية استبعاد الأقلية أو المعارضة هي حاجة مترسخة في العمل السياسي المصري. أما عن التوافق الممكن حاليا فدي مسألة أكبر صعوبة. أنا بالفعل كنت من مؤيدي ولا زلت من مؤيدي ضرورة إيجاد توافق جديد سياسي في مصر، وطرحت وقت وجودي في الحكومة مبادرة في هذا الاتجاه لم تلقى قبول نهائيا في المجتمع المصري، وبتصور انها لم تلقى قبول ربما كان التوقيت يعني مبكر وفي احتقان شديد جدا، لكن كمان لم تلقى قبول لانها دفع بها الى انها تفهم على انها نوع من الاستسلام وعقد صفقات سريه مع قياده الاخوان المسلمين واشياء من هذا النوع. بينما الحقيقه كانت ولا تزال اعتقادي بانه يعني فكره بناء توافق جديد يسمح لكل القوى السياسية التي لا تستخدم العنف ولا تحمل السلاح ولا تقتل الناس ولا تخلق الممتلكات ولا تقطع الطريق، يجب أن يكون هذه المساحة محمية بشكل ما. أما إن ده يترجم في الرأي العام إلى أنها يعني استعداد لعقد صفقة سرية مع
من يرتكبون الارهاب ضد المواطنين. طبعا دي كانت وسيله لتشويه كل، ليس فقط انا عايز اقول ايه، مش لتشويه حاجه تخصني انا شخصيا، لغلق الباب امام احتمالات بناء توافق او صفقه وطنيه شامله. يجب ان نعود مره اخرى الى اصل المساله. اصل المساله انه يوم 3 يوليو في قصر الاتحاديه، في الاعلان عن سقوط حكم الاخوان وبدء انشاء دوله جديده وبدء خارطه طريق جديده، كان احد اركانها الرئيسيه المصالحه الوطنيه الشامله بين القوى السياسيه الراغبه في العمل بشكل سلمي. هذا التوافق والمصالحه ضروري لاصلاح مؤسسات مثل الامن او وضع برنامج اقتصادي اجتماعي لبرنامج علامه انتقاليه ضروري، لبرنامج اصلاح اقتصادي يحقق التقدم او الطفره المطلوبه وليس مجرد تدبير امور الحياه الوفيه، لاعاده بناء بنيه تحتيه ماديه وانسانيه، كلها مسائل مطلوبه. وحتى لتحقيق قدره العداله، ان انا ايضا لا اتحدث عن توافق مع التيار الاسلامي وحده، وهو بالمناسبه انا بستخدم التيار الاسلامي لانه اوسع بكثير من القياده الاخوانيه اللي ارتكبت اخطاء جسيمه، وما لا ارتكب منها لرجل يجب ان يحاكم وياخذ احقاقه، لكن في حاجه اسمها التيار الاسلامي اوسع من كده بكثير جدا. لكن انا بتكلم عن هذا التوافق ما بين قوى اجتماعيه مختلفه كمان، ليست فقط محصوره في الثنائيه التقليديه بتاعت المدني والاسلامي، لكن في يعني في محاور اخرى لصراعات نشات في مصر، بدءا من حتى من محاكمات نظام مبارك اللي يجب ان نتاكد انها تجري وفقا لقواعد العداله. يعني حجم المصالحه المطلوبه هنا متجاوز بكثير جدا لمجرد الاستقطاب الاخواني في مواقف الدوله. يعني في محاور اكثر بكثير كلها محتاجه ان ينظر اليها من باب اعاده بناء توافق مجتمع شامل، دون ان يختلط على الاطلاق في ذهن اي حد بمحاسبه من تسبب في قتل الناس. والتوافق ممكن حول الدستور الحالي، يعني لما ننظر لتونس نشوف انه وصلوا لمأزق، ثم تم توافق تاريخي بين الشخصيات الكبرى من التيارات السياسيه، ثم وضع الدستور الجديد الذي يعبر عن هذا التوافق، او كما قلت اتفقت الجهتين على ان لا تتفق، وبالتالي خرجت بصيغه فيها ضبابيه. اليوم في دستور، مش حنرجع نعيد الدستور، وانما هل ممكن يتم التوافق دون المساس بهذا دون المس بهذا الدستور؟ اعتقد انه يعني يوجد في الواقع اشياء يجب التعامل معها. والرجوع مره اخرى من 25 يناير ونرجع نقول ما هي القوانين اللي سطرت المجلس بتاعك وخدها، وهل الدستور كان افضل شيء ام لم يكن، غير مره. يعني على كل الاطراف ان تقبل حد ادنى من الامر الواقع وتتعامل معه. وانا تقديري انه الحد الادنى اللي يجب ان نبدا منه هو الدستور الحالي بكل ما فيه، وانا بقولها لك برغم ان انا كنت من في محصلته الاخيره انا كنت مع قبول الدستور وايدته، لكن حتى من لديه 10% 15% من التحفظ على مواد الدستور يجب ان نجد حد ادنى نبدا منه. الدستور الحالي يمكن ان يحقق هذا الحد الادنى اذا توفرت النيه في بناء هذا التوافق فيما ياتي بعد ذلك. الدستور ليس نص مقدس، يعني النظر في تعديل الدستور بعد 5 سنوات اخرى 10 سنوات دائما شيء ممكن، لكن الرجوع على الدستور الحالي برغم ما فيه من بعض المشاكل انا اظن انه يعني يبقى نقطه كبرى. عندي سؤال واحد منهم شخصي بالمعنى خياراتك الشخصيه. المثل اللي بيقول اختار المعارك اللي حتخوضها، ما بتقدر تخوض كل المعارك، وبالتالي اذا كان عليك ان تختار معركه او معركتين اللي هم مداخل محدده بتحدد استراتيجيه معينه من قبلك،
ما هي هذه المعارك التي ستختارها ومع من تخوضها؟ بأي شكل تخوضها؟ هل تخوضها مع قوى معينة تخوضها على المستوى المحلي أو المستوى الوطني؟ ما هي القضايا الأساسية اليوم محتاجة أن الواحد يدخل معركة هاي لأنها هي ستحسم أو توضح المسار؟ المعركة منهم بلا شك هي العمل والتعاون مع الأطراف المختلفة لإيجاد إطار توافقي جديد نتجه إليه مرة أخرى، وهو مسار وليس نتيجة تأتي مرة واحدة. أنا مش متوقع إنه يعني كل المشاكل والمخاوف والمظالم تزول في يوم، لكن يجب أن نبدأ من نقطة معينة وتكون قضية وصول إلى إطار توافقي جديد. أنا رأيي دي في المعركة الرئيسية. ليه المعركة الرئيسية؟ لأنه إذا قيل أن هذه معركة ليست بأهمية الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني الصعب، ردي مرة أخرى سيكون يمكن تحقيق تقدم طفيف في الوضع الاقتصادي والوضع الأمني ما لم يعني في إطار الحالة الراهنة من غياب التوافق. الطفرة الحقيقية اللي ممكن تحصل في الوضع الاقتصادي والطفرة الحقيقية اللي حتى تحصل في الوضع الأمني محتاجة إطار توافقي جديد. أنا رأيي دي المعركة الكبرى والأهم، ويجب أن يعاد طرح قضية التوافق والمصالحة الوطنية الشاملة من منظور حقيقي ليس فيه هذا الحجم من التخويف والإيحاء بأنها صفقات سرية وأنها تنازل عن الحريات. لا، يعني لا يوجد بلد مر فيه المشاكل والصعوبات والإرهاب حتى إذا مصر مفوت فيه لم يكن في مخيلته أن يضع الإطار التوافقي السليم اللي يدخل في الحظيرة الوطنية كل من يرغب فيها، وبالمناسبة ويستبعد منه ويوضح مين اللي مستمر في الإصرار على حمل السلاح وارتكاب الإرهاب. وبرضه إطار المصالحة ده لا يقول كل شيء، بالعكس هو نوع من التحديد لمن يرغب أن يكون في إطار الوطني ومن يرغب في الخروج عن بلد إطار. التحدي الآخر مش هقول لك قضية الديمقراطية لأنها في حد ذاتها يعني توحي للناس أنها شيء طرفي ويبتعد لنا عن الاهتمام بالقضايا، لا، مرة أخرى هي قضية المشاركة في الحكم وفي اتخاذ القرار أيضا بما يحسن من كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي ويحسن من كفاءة الإجراءات الأمنية. فيعني إعادة طرح مسألة الديمقراطية من منظور يفهم منه إن ده ليس يعني طلب أو حلم يعني يتعارض مع قضايا الاقتصاد والأمن، بالعكس لا لا. طبعا المعركة الثالثة اللي أنا بتصور إنها يعني لم تحسم على الإطلاق لا في مصر ولا في المنطقة العربية، ليست العدالة الاجتماعية في حد ذاتها كده، لكن الوصول إلى مفهوم وتوازن جديد لما نقصده بالعدالة الاجتماعية. لأن العدالة الاجتماعية مسألة هتلاقيها مطروحة في كل برامج وأدبيات ومنشورات الأحزاب كلها والمرشحين والمتنافسين، لكن في الحقيقة إحنا محتاجين لمناقشة جديدة نحو مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية في العالم العربي بالذات، هو تحديد دور الدولة مسؤولياتها الاجتماعية، هو تحديد بعض المعايير في التنمية والبيئة وغيرها. هل هي العدالة الاجتماعية؟ وكمان فكرة التفريق ما بين إعطاء مزايا عينية وبين إعطاء الفرصة للمواطن لكي يتقدم ويصبح قادر على تحقيق يعني حياة أفضل لنفسه بنفسه. لكن فكرة إن العدالة الاجتماعية هي الإبقاء على وضع الفقراء على ما هو عليه وتعويضهم بمزايا ومسكنات غير صحيحة، فكرة خطأ في أساسها. تنمية الإنسان والتعليم والصحة والاستثمار في المواطن، طب استثمار في المرض. طب عندي سؤال أخير وهو عند بالنسبة للفئة وهي نصف المجتمع ترى إنه هذا معيار أساسي في تعريف الديمقراطية، وهو
وجود المرأة ومشاركتها ودورها وتعريف دورها والخروج عن هذا الخلاف اللي هو يعني روائي حول المرأة، هل هي تريد المساواة أو تريد أن تكون في نفس المناصب ونفس المسار الذي يسير به الرجل. قضية المرأة شاسعة جدا، لكن إذا طرحناها على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة في مرحلة انتقالية مثل هذه، كيف تقيمها في مصر وكيف ترى أن ممكن العمل عليها في ظل مجتمع ما زال محافظا؟ نحن لا ننظر إلى المجتمعات الغربية يعني مثلا، أصلا هي نفسها تطورت بعد فترة طويلة كثير يعني وحديثة، إنما نحن دخلنا مرحلة الشعب المصري نهض وبما فيه نساء الشعب، نساء من هذا الشعب، حقيقة قضية محورية بالنسبة لمصر المجتمع. يعني ده من الإخفاقات الكبرى لا شك في النظم السياسية المتعاقبة بالفترة اللي فاتت، يعني بقدر مشتت المرأة في 25 يناير وفي العمل السياسي الحقيقي على الأرض وفي 30 يونيو وفي الاحتجاج وفي الوقوف في المظاهرات وفي الوقوف في الشوارع، ده كله لم يترجم نهائيا الى تمثيل مناسب للمرأة على كل المستويات. على كل المستويات البرلمان المنتخب الوحيد في الثلاث سنوات الماضية كانت نسبة المرأة فيه قبل ان يضاف عدد من المعينات ان لم تخن الذاكرة اظن انه كان 1.5 أو 2%، وهو شيء غير مسبوق. يعني انا كنت بقول لاصدقائي وقتها لو قلنا يعني لو منعنا دخول المرأة في البرلمان كان أكرم لنا، لكن يعني معقول إنه بالدخلات تأتي المرأة الممثلة 2%؟ ده شيء يعني كان فاضح، وما فاضح لأنه الأحزاب والقوى السياسية يعني مرة أخرى ولا أعفي حد من المسؤولية، كلنا اشتركنا في مسألة يعني السعي إلى تحقيق أكبر المكاسب الممكنة، وبالتالي الاعتقاد بإنه الرهان يكون على الحصان الكاسب ثم الوقوع في القدر التالي، وانه هذا الحصان الكاسب ليس المراه ولكن الرجل. فهي حاله كده في المجتمع من الانفصام التام ما بين دور المراه في الشارع على الارض وغيابها الكامل من اتخاذ القرار السياسي في الحكومات وفي الرئاسات وفي البرلمانات المنتخبه والبرلمان الوحيد اللي تعاقبت علينا في 3 سنوات. هل يجب انه المراه تخوض معركه المطالبة بالتناصف والتضمن وتضمين ذلك في الدستور مثلا كما حصل في تونس؟ يعني تونس تضمن التناصف. يعني أنا بشكل شخصي وبشكل حزبي يعني أفخر بأنه أنا في البرلمان السابق طالبت في الجمعية التأسيسية بأن يقل حجم تأثير المرأة فيه عن 35%، وده كان بالنسبة لنا يعني الحل الأدنى من فكرة التقليل المناصفة بالكامل. طبعا أنا عارف أن هذا الرقم ليس هو الحل، لكن هو رمزي، هو رمزي وله أثر في الحقيقة كمان، لكن بيعبر عن شيء في المسار. بيقول على الأقل يعني لما نقول الواحد 25% أو 50% على الأقل بيقول لا يوجد ما يمنع أو يجب أن يكون طموحنا أن يكون تمثيل المرأة في العمل السياسي وفي العمل المجتمعي على هذا النحو، ويأتي على المسار. ممكن هذا الشيء، لكن ده الحقيقة محتاج إلى أنه يتغير الخطاب السياسي السائد الآن. يعني إحنا الآن طبعاً إحنا قريباً سيحسم أمر قانون الانتخابات المصري البرلمانية. إذا فعلاً كما يتردد اختصر وجود قائمة من 20% فقط للشباب وللمرأة وللمعاقين وللمسيحيين، يبقى ده انتقلنا من الحديث عن التمييز الايجابي او عن اعطاء ميزه الى عكسه تماما. انا اتمنى ان يلاقي مثلا المرشحات المراه في مصر يعني يرفضن هذا التقسيم ويخوضوا الانتخابات
عدم قاعد 80% الغير مخصصة للمرأة. يعني يجب أن نقصر فكرة أن المرأة مشتتة تكون في هذه الحدود الضيقة وأن هي دي المنحة المقدمة لها ولا نتجاوزها. هذا القرار مش في يد المرأة، في يد الأحزاب. طبعا أكيد الأحزاب المحتملة اللي تحط على لوائحها، تحط في المرشحين طبعا، وعلى المرأة أنها تكون أكثر حدة وقسوة هذه المرأة في أن تقول الأحزاب لا يكفي أنكم تقولوا هذه لحظة فارقة في تاريخ الأمة ونتنازل فيها عن مطالبنا الشخصية. لا، ده ليس مطلب شخصي، ده مطلب مجتمعي. ده بتشير لنقطة هلأ ظهرت خطورتها في مصر، وهو الربط تمثيل المرأة والأقلية، وهذا الشيء موجود في الخطاب العام بما فيه خطاب دولي حول الأقليات والمرأة، وكأنه موضوعين مرتبطين ببعض. مثل ما وصفت الآن أنه 20% للأقلية والمرأة والمعاقين وذوي الاحتياجات وهكذا، هذا الربط بين الأمرين شيء إذن خطير. شيء خطير وملوش أي أساس من الصحة. يعني ما فيش أقلية أولا تبقى نصف المجتمع مبدئيا يعني. وبعدين دي مسألة ودي مسألة تانية. الأهم من كده، الأهم من كده إنه لما تقولي إنه 20% من المقاعد تخصص للمرأة والمسيحيين والمعاقين والشباب ونصفها للعمال والفلاحين، واقعيا صحيح النص القانوني بيقولش كده، واقعيا كما لو كنت تقولي أن 80% من المجلس المنتخب يجب أن يكون للرجال المسلمين الأصحاء الذين تجاوزوا 40 سنة، يعني أنت وصلت إلى عكس التمييز الإيجابي إلى التمييز السلبي تماما. يعني من هنا أنا بقول أنا أتمنى ويعني أملي أن الحزب الذي أبتني إليه على الأقل والأحزاب الأخرى الديمقراطية تدفع من مرشحينها من النساء ومن الشباب على المقاعد 80% الأخرى، ولا تكتفي بهذه المساحة الصغيرة الخارقة المخصصة للمرأة والشباب. إذا المعركة مهمة جدا ولها المفروض يكون لها الأولوية أيضا. هذه من المعارك التي أكيد يجب أن يخوضها الدكتور زياد. أكيد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.